الضريبة أولا أنا لم أسمع بأنه يعني شي هيئة معينة رفضت الضريبة، وهذه لابد يعني أن نعبر على هذه المسألة بكل فخر واعتزاز. جميع المواطنين المغاربة اليوم، وهذا نتيجة واحد الوعي مجتمعي كبير لابد أن نتوقف عنده، كل شيء باغي يخلص الضريبة، لكن السيدة السادة المحامون لهم تصور حول الطريقة ديال التسبيقات. القانون الآن ومشروع القانون هو في طور الدراسة، والحكومة جلست مع هؤلاء يعني المحامون في جو من الحوار المفتوح وتدرس كل الإمكانيات، وأنا متأكد بأنه سوف نصل إلى حل بخصوص مسألة التسبيقات الضريبية، لأنه بالفعل كاين صعوبات على مستوى التطبيق ظهرت الآن في النقاش المشترك.